هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات. من محافظة الشرقية، فيها تم جني 26500 فدان من محصول القطن، الذهب الأبيض زي ما بنقول. أما في سوهاج فتم افتتاح مركز شطورة المتميز للخدمات العلاجية. في المنيا كمان تم تقديم 1574 خدمة طبية خلال قافلة مجانية ضمن مبادرة بداية. في أسوان تم استكمال أعمال رصف طريق النصر النوبة كومومبو بطول كمان 10 كيلومتر. تفاصيل أكثر المحافظات في سياق التقرير اللي جاي. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. في الشرقية أكدت مديرية الزراعة أنه تم جني 26500 فدان من محصول الذهب الأبيض بمتوسط إنتاجية للفدان تراوحت ما بين 5 إلى 8 قنطار من إجمالي المساحة المنزرعة بنطاق المحافظة، وبتستقبل 28 حلقة تسويقية المحصول من المزارعين على مستوى المحافظة، وبيتم تجميعه بمحالج مراكز الزقازيق وكفر صقر وميت يزيد في منيا القمح استعداداً لعقد المزاد على الكميات المجمعة بسعر 12000 جنيه للقنطار بمحافظات الوجه البحري. افتتحت محافظة سوهاج مركز شطورة المتميز للخدمات العلاجية اللي بيعد خطوة استراتيجية هامة لتحسين مستوى الرعاية الصحية في المنطقة، وبيأتي الافتتاح في إطار جهود الدولة المستمرة لتوفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين خاصة في المناطق النائية. أعلنت محافظة المنيا أن مديرية الصحة نفذت قافلة طبية مجانية بمركز صملوط ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الصحي والوصول بالخدمات الطبية اللازمة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً لحياة صحية أفضل. وتم توقيع الكشف الطبي على 1574 حالة وصرف العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. في أسوان أكدت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه بيتم العمل حالياً على تنفيذ أعمال رصف طريق نصر النوبة كومومبو بطول 10 كيلومتر، مما هيساهم في تحقيق السيولة المرورية والحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين والمركبات المترددة عليه. افتتحت محافظة الأقصر ثاني محطة رفع بمركز الزينية، وهي محطة رفع الزينية بحري، وده ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بالزينية، وتم بدء التشغيل لدخول المحطة للخدمة الفعلية من داخل غرفة التحكم الرئيسية. وبتعمل محطة الزينية بحري لخدمة 20000 نسمة بتكلفة 180 مليون جنيه. افتتحت جامعة المنوفية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات معرض الحرف اليدوية بسقية أبو شعرة مركز أشمون إحدى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. تضمن المعرض إنتاج مميز لثلاث حرف رئيسية، هي حرفة السجاد اليدوي بكل أنواعه حرير وصوف وصوف على حرير، وحرفة الكليم اليدوي، وحرفة الجوبلان. أعلنت محافظة البحر الأحمر حالة الطوارئ بكافة مدن المحافظة ورفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية الحالية في ظل الظروف المناخية غير المستقرة، وده بعد أن أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ بأمطار خفيفة وتمتد الجمعة لأمطار متفاوتة الشدة. افتتحت جامعة أسيوط وحدة الاستقبال العام الجديدة بالمستشفى الجامعي الرئيسي بتكلفة إجمالية بلغت نحو 39 مليون جنيه ضمن عمليات التطوير والتحديث الشاملة اللي بتشهدها مستشفيات جامعة أسيوط، وفي إطار الخطة الاستراتيجية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.